السلام عليكم، اهلا بيكم في حلقه جديده من قناه خبراء اللغه الانجليزيه. ان شاء الله النهارده مع بعض هناخد درس جديد، وهو درس الجنسيات واللغات. دلوقتي عندنا في اللغه الانجليزيه اسم البلد نقدر نشتق منه جنسيه الدوله، جنسيه الدوله بتاعت المواطن اللي عايش في البلد دي، ونقدر كمان نعرف هل الدول اللغات بتاعتها مرتبطة بأسمائها ولا الكلام ده مش دايما صحيح. علشان نعرف الدرس لازم نتابع مع بعض الحلقة كلها للنهاية. أول حاجة هنعرفها معانا القاعدة اللي بتقول إن most nationalities names follow their country's names with a slight change by adding one of these suffixes in the end. يعني أغلب الجنسيات بتتبع أسماء الدول الخاصة بيها مع تغييرات بسيطة بإضافة واحد من هذه المقاطع إلى النهاية. عندنا مقاطع كتير زي IAN AN ISH ESE أو I، تمام؟ ESE أو I، تمام؟ ولكن الإضافات دي إضافات ثابتة، بمعنى إن الدولة اللي واخدة الإضافة هي إضافة محطوطة ومتعارف عليها، مش معنى ذلك إن أنا أقدر أضيف الإضافات دي من عندي أنا بمزاجي للدول عشان أطلع منها الجنسيات، لأ، إحنا بس بنفهم القاعدة ونطبقها، تمام؟ أول حاجة بتقول يمكن إضافة IAN، N or AN or ISH or ESE or I بعد اسم البلد لكي تحصل على اسم الجنسية، بعد اسم البلد لكي تحصل على اسم الجنسية، ولكن لاحظ أن إضافة واحدة فقط تكون صحيحة. المهم أن نحصل نهائيا على حرف N في نهاية اسم الدولة لكي تأتي بالجنسية. احنا كده بنتكلم على إضافات الـ IAN والـ AN. المهم أن أنا يبقى عندي زي ما قلنا هنا يمكننا إضافة إضافات زي IAN أو AN. المهم أن نحصل نهائيا على حرف N في نهاية اسم الدولة لكي نأتي بالجنسية. تعال ناخد كده أول مثال معانا أمريكا. أمريكا أضف لها فقط N في النهاية لكي أحصل على الجنسية، يبقى في النهاية عندي American. American معناها أمريكا. هنا قمنا بإضافة N فقط فحصلنا على الجنسية من أمريكا إلى أمريكي. لاحظ أنه أحيانا نكتفي بحذف حرف إذا كان الحرف قبل الأخير N. يعني عندي مثلا دولة جيرماني ألمانيا، بشيل الواي ألاقي قبليها N تبقى جيرمان معناها ألماني، جيرمان معناها ألماني، تمام؟ طيب وهناك بعض الأمثلة للدول هنشوفها مع بعض ونستعرضها بإضافة N وأحيانا IAN، تمام، وأحيانا AN، تمام. خلي بالكم معايا كده، هنا عندي مثلا احنا قلنا أمريكا أضفنا N فقط بقت American زي ما انتم شايفين، تمام، وجيرماني شلنا الواي بقت جيرمان، خلاص كده شلنا الواي، شلنا الواي بس. وليبيا هنضيف ان ليبيان، ليبي. روسيا اللي هي روسيا بقت روشن، روسي. انديا نضيف ان فقط تبقى انديان، هندي. ايطالي هنشيل الواي ونحولها الى اي ثم نضيف اي ان تبقى ايطاليان، ايطاليان. ايجيبت هنحط اي اي ان بعد التي تبقى ايجيبشن، وهنا هيبقى عندي صوت شن شن، ايجيبشن ايجيبشن، تمام. خلاص كتير من الدول بتقع في صيغه الاضافه دي اللي هو اضافه ان او اي ان او اي اي ان اذا كانت الدوله بتنتهي بواي، او احيانا اذا كانت بتنتهي بتي. وزي ما ذكرنا في البدايه احنا ما ينفعش نضيف على كيفنا، ولكن بنعرف الاضافات لما نعرف الجنسيه شكلها ايه، تمام. ثانيا إضافة ISH أو حذف بعض المقاطع ثم إضافتها للحصول على الجنسية. يعني مثلا
عندي بعض الدول بضيف لها ISH في الآخر، أو ممكن أشيل منها جزء وبعدين أضيف ISH. عندك مثلا بولند، بولندا، بشيل ال AND وبضيف ISH تبقى بولش، بولندي. تركي بشيل ال EY كلها وبضيف ISH تبقى تركيش. سبين، اسبانيا، بحط ISH ورا ال N بدون بدون حذف أي شيء، سبانيش، سبانيش. بريتن اللي هي بريطانيا، بريتن، تمام كده. بضيف بشيل AIN واضيف ISH تبقى بريتش. ايرلند اللي هي دولة ايرلندا، بحذف من اول الاي، شوف اي ال اي ان دي كل ده بشيله واقول ايريش، ايريش يعني ايرلندي، تمام خلاص. دي كده الاضافة التانية. بالنسبة للاضافة التالتة، اضافة اي اس اي، تمام، او حذف بعض المقاطع واضافة اي اس اي للحصول على الجنسية، تمام. ودي اغلبها هتلاقوها في دول شرق اسيا، يعني اغلب الحاجات دي الدول دي دول شرق اسيا، تمام. تشاينا مثلا هنشيل الايل في الاخر ونضيف اي اس اي، يبقى صيني يعني تشاينيز، تشاينا، تشاينيز. جابان اليابان، جابانيز، بضيف اي اس اي. فيتنام اللي هي دولة فيتنام، فيتناميز، فيتناميز، تمام كده، بضيف اي اس اي. بورتغال اللي هي البرتغال، بورتغيز، بورتغيز، بشيل ال 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 اي ال، تمام، وبضيف يو بعد كده اي اس اي، تمام خلاص. طب الجزء الثاني معانا النهارده احنا هنتكلم على لغات البلاد دي. هل اللغه بالضروره تكون نفس اسم البلد او نفس اسم الجنسيه؟ لا، عندي دول لغتها نفس اسمها اسم جنسيتها، نفس اسم جنسيتها، وعندي دول لغتها مختلفة تماما عن اسم الجنسية بتاعتها، تمام. مثلا مثال the USA اللغة الرسمية الانجليزية يبقى English، مختلفة تماما. Egypt مصر اللغة الرسمية العربية مختلفة عن اسم الجنسية اللي هي Egyptian، Egyptian ملاش علاقة بArabic، تمام. برازيل، البرازيل بورتوغيز اللي هي اللغة البرتغالية مختلفة تماما، لان الجنسية من برازيل، برازيليان اللي هو برازيلي، تمام. وفي بعض الدول اللغة تشبه اسم الجنسية، يعني احنا قلنا سبين لو فاكرين سبانيش، اسباني، طب اللغة الاسبانية اسمها سبانيش برضو. انجلند اللي هو انجلترا، الجنسية انجلش، انجليزي، واللغة انجلش، انجليزي. عشان كده دايما يقولك ان انجلش تنفع اسم وتنفع صفة، صفة بمعنى انجليزي، صفة جنسية الشخص، وتنفع اسم بمعنى اللغة الانجليزية، تمام. تشاينا اللي هي الصين قلنا الجنسية منها تشاينيز، وكذلك اللغة الصينية اسمها تشاينيز، تمام. طبعا نراجع كده اسماء الدول كلها، لو في اي حد عنده استفسار باسم دولة معينة عايز يعرف الجنسية بتاعتها او اللغة بتاعتها يسيب لي كومنت اسفل الفيديو، وان شاء الله نشوفكم في حلقات اخرى من قناتكم خبراء اللغة الانجليزية. نشوفكم على خير، ما تنسوش لايك وشير سبسكرايب لقناة خبراء اللغة الانجليزية. نشوفكم في حلقات اخرى قادمة ان شاء الله. السلام عليكم.